كلنا نعلم ولا نعمل، ولكن كثيرا منا لم يفهم مرادها. كلنا نعلم أننا إذا قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لنا ذنوبنا وإن كانت مثل زبد البحر، وتمر علينا الأيام والليالي ولا نقولها. كلنا نعلم أن ركعتي الضحى تجزع عن 360 صدقة، وتمر علينا الأيام تلو الأيام ولا نصليها. وكلنا نعلم أن من صام يوما في سبيل الله تطوعا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ولم نحرص على الصيام. وكلنا نعلم أن من عاد مريضا أي زاره تبعه 70,000 ملكا يستغفرون له، ولم نزل مريضا هذا الأسبوع. وكلنا نعلم أن من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن أن له قراطين من الأجر، والقراط كجبل أحد، وتمر علينا الأيام والأسابيع والشهور ولم نذهب إلى المقابر. وكلنا نعلم أن من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة أي كعش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة، ولم نساهم في بناء المساجد ولو بالشيء اليسير. وكلنا نعلم أن الساعي على الأرملة وأبنائها المساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكصائم النهار الذي لا يفطر، وكقائم الليل كله ولا ينام، ولم نساهم في كفالة الأرملة وأبنائها. وكلنا نعلم أن من قرأ من القرآن حرفا واحدا فله حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، ولم نهتم بقراءة القرآن يوميا. وكلنا نعلم أن الحج المبرور جزاه الجنة، وأجره أنه يرجع الحاج كيوم ولدته أمه، أي كصفحة بيضاء نقية من الذنوب. ولم نحرص على أداء مناسك الحج مع أن الظروف سهلة وميسرة.